أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن رئاسة البرلمان الأوروبي وافقت مبدئياً على اقتراحه بعقد قمة برلمانية مشتركة في الكويت بين برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي والبرلمان الأوروبي بلجانه كافة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عقب المباحثات التي أجراها الطرفان بمقر الاتحاد الأوروبي بحضور السفير الكويتي جاسم البديوي، قال الغانم: وجهت دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برلمانية بين دول برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي وبين البرلمان الأوروبي في المستقبل القريب لمناقشة كل القضايا المشتركة وعلى رأسها تعزيز العلاقات بين الطرفين. وأضاف الغانم: كما تعرفون فإن الاجتماعات المباشرة مهمة وتحقق فرص أكثر لتفاهمات أكبر ولتبادل الأفكار، وأنا سعيد بأنني تلقيت موافقة مبدئية من السيد ساسولي. وقال: أعرف أن قمة مثل هذه تحتاج إلى تحضير واستعداد لضمان نجاحها، وأنا كل ثقة في البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أنه على صعيد آخر، وكوني ممثلا للبرلمانات العربية، أوصلت للسيد ساسولي خلال المباحثات رسالة البرلمانات العربية فيما يتعلق باستمرار معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واعتداءاتها في القدس وفي غزة التي تعد أكبر سجن في العالم.